بتاع الدواء فينتج عنه تسمم، اه يجي في غيبوبة وفي خلال 24 ساعة يحصل ضمور في طب العصب هل البصري. يعني هل لو حد مثلا اكتشف انه في حد بياخد الترامادول ده يا دكتور، هل ده سهل ان هو يتوقف عنه، ولا هو نوع اه من طبعا. انواع الحاجات اللي ممكن تدمن، مثلا زي اللي بنسمع انه لا لازم يروح مستشفى ولازم لا لا يتعالج لا لا، هو ادمانه مش بالمنظر ده، لان هو بيشتغل، هو شغله الاساسي على مستقبل اللي هو الافيون، نوع واحد منه، وتاثيره كادمان تاثير ضعيف جدا، يعني ممكن لو اي شخص عنده اراده بيوقفه. يقدر لكن هي يبعد الفكره عنه. ايه، هو خد الحبايه اداه احساس بالنشوه والانتعاش، هو متصور ان هو هياخدها كل يوم يجي له نفس الاحساس ده. اثرت، انا عايز اقول لك على حاجه، انا لما هشتغل اوفر اكتنج واشتغل لمده طويله ويزيد العمل بتاعي، طب ده هياثر على قوتي البدنيه، طبعا يبقى هبص الاقي بدات وظائف الجسم هي كلها بتختل. عشان نختم الموضوع ده بعد اذنك، الناس اللي بتجيلك متسممه من هذا العقار، ممكن يوصل لها، يوصل لايه؟ بص هل حضرتك، ممكن يوصل لموت؟ الاثار اه طبعا بيوصل في بعض الحالات، احنا عندنا بيوصل جاي واقف تنفس وفي عضله القلب، وبندخله احنا عندنا في مركز القومي للسموم عندنا عنايه مركزه فائقه فيها جهاز تنفس صناعي، تنشيط للقلب، نعمله تنشيط للقلب ونحطه على جهاز التنفس الصناعي. دكتور انا في بقالي الوضع الوضع الطبيعي ان المفروض ان هو يقعد على جهاز التنفس الصناعي لمده محدوده، وبعد كده نعمل له زي ويننج او فطام من الجهاز عشان يفوق، بعض الحالات ما بيفوقش خلاص، هو وصل ضمور للخلايا المخ وخلاص، يعني بتبقى يعني عمليه يعني ليس لها امل في الشفاء. عندي سؤال نفسي اساله بقالي سنين. يا اتفضل. احنا تقريبا البلد الوحيده اللي في العالم اللي ممكن اي شخص يروح يطلب دواء من الصيدليه بدون روشته، صح ولا للاسف انا غلطان؟ يعني لا، هو في دول زينا ما احناش وحيدين ولا حاجه، لكن طبعا دي ترجع لحاجه مهمه جدا جدا، انت امتى تلجأ انك تجيب الدواء بنفسك؟ احنا قلنا ليه عندنا يعني شيء متوارث ان احنا بنتكلم ونروح نجيب الدواء، وانا اسالك وانت تسالني ونتناقش، واحنا كلنا مالناش في المجال الطبي. ده التاثير ايه؟ تاثير الحاله الاقتصاديه. انت لو عندك نظام تامين صحي شامل ووجود منظومه التامين الصحي الشامله اللي هي تشمل الطبيب والعلاج، زائد وجود طبيب الاسره اللي هو اسمه فاميلي ميديسن طبيب الاسره، انت لن تلجا للصيدليه تماما بمفردك. لكن انا هحس بتعب هروح للدكتور اللي انا متسجل عنده اللي هو دكتور الاسره اللي هو موجود في اي حته في الدنيا فيها نظام تامين صحي شامل، اللي المفروض ده يعني وزاره الصحه في الطريق اللي هو تنفيذ البرنامج دون. ففي الحاله دي انا هروح للدكتور هيكتب لي العلاج. انا ليه بروح اشتري من الصيدليه؟ انا عندي لما بتعب شقين، طبيب وعلاج، مين فيهم اقدر اوفر فلوسه؟ الطبيب. او مين فيهم انا مضطر ان انا اوفر فلوسه؟ بالظبط. طبعا بيبقى امتى انت تقدر تسن قانون وتمنع الناس انها تروح للصيدليه؟ لما تقدر توفر لهم نظام تامين صحي شامل. طبعا. لكن بدون كده يبقى ما ينفعش. طب وهل كل البلاد عندها تامين صحي شامل؟ معظم الدول عندها تامين صحي شامل. شامل. اه طبعا. وبيطبق بشكل طبعا كويس يعني. المفروض انت عندك دلوقتي في منظومه عمل وخصم تامينات صحيه، ومفروض ده يبقى فيه تنفيذ لنظام التامين الصحي دون، لان ده بيرجع على المجتمع. انت عندك الادويه اللي انت بتروح تجيبها من الصيدليه، انت وفرت ثمن العلاج لكن عملت مشاكل صحيه تأثر على الإنتاج والعمل يمكن بأضعاف أضعاف لو كنت وتأثر عملت اقتصاديا كمان. ما هو طبعا بدون شك الشخص اللي بياخد الدواء وبياخده بدون وصفة طبية بينتج عنه أعراض جانبية، دي بتأثر عليه قوته البدنية، بتأثر عليه في أمراض تانية، في تداخل أدوية مع بعضها، دي مشاكل خطيرة جدا. طيب دكتور، الحقيقة كمان في جزئية مهمة جدا، وهي قصة أنه المركز عندكم هل بيعالج أو بيحاول يعني ينقذ حالات الأدوية الخطأ، أو إذا كانت بالخطأ يعني تعدد الأدوية، أوقات كتير في ناس كتير بتاخد أدوية كتير مع بعض، إذا كانت بالخطأ أو حتى بالعمد. طيب. مثلا يعني اذا كانوا يعني بيفكروا مثلا في الانتحار او بيفكروا في اي حاجه، هل المركز بيعالج الحالات اللي زي دي وبينقذها؟ طبعا. بالمناسبه يعني انا احب انوه على الجزء دون، لان يعني اقول ان احنا المركز القومي للسموم الكلينيكيه والبيئيه بيقدم خدمه ايه؟ خدمه استقبال وتشخيص وعلاج حالات التسمم. نمره واحد الناتجه عن الادويه. الادويه دي بمختلف انواعها، وإذا كان تسمم حاد أو مزمن. نمرة اتنين التسمم الغذائي، وده مهم جدا. نمرة تلاتة التسمم بالمبيدات الحشرية، وده خطير جدا في البيوت وفي المزارع طبعا، والأطفال اللي بيتعاطوا المبيدات الحشرية بطريقة الخطأ اللي موجودة في البيت، أو تسمم بالمواد الكيميائية. نمرة أربعة التسمم
نتيجة قرص العقارب، نتيجة قرص الحشرات، التعابين، ده جزء كل مهم حالات جدا. التسمم ايا كان ايه سببها، التسمم المهني، التسمم البيئي، كل حالات التسمم دي بتتعالج عندنا. طيب هل في اي ارشادات، هل في اي ارشادات يا دكتور حضرتك تقولها مثلا دلوقتي لحين وصول المريض او اللي هو عنده حاله التسمم دي لحد المركز، وقت حدوث اي حاجه او تناول دواء غلط باي شكل من الاشكال ممكن الاسره تحاول انقاذه لحد ما يوصلوا لكم؟ هو في جزء مهم جدا، احنا عملنا دورات تدريبيه لكل تقريبا اطقم الاسعاف اللي شغال على عربيات الاسعاف. فهو دلوقتي عنده فكرة وعنده خبرة انه يقدر يعمل الاسعافات الاولية لحد ما يوصل المريض للمركز. نمرة 2، سرعة نقل المريض، وده شيء مهم جدا جدا، وبالذات في الموجودات الحشرية السرعة الدقيقة تفرق في عمر المريض. فده مهم جدا جدا، يبقى مهم جدا اولا التوعية، سرعة نقل المريض، اتصال بعربية اسعاف فيها طقم بيبقى مجهز وعنده خبرة. دكتور ايه الاعراض؟ اعراض ايه بقى؟ اعراض ان انا يبقى ده عنده تسمم، حاجة من الحاجات دي. التسمم بيبقى أعراضه حادة، غثيان، القيء، إسهال، بدء في فقدان الوعي، هبوط في ضغط الدم الشديد، دي كلها دي أعراض بتبقى حادة، مش أعراض مزمنة. بسرعة لازم أوصله للمركز. طبعا هو أول ما بيتعاطى الحاجات دي في خلال زمن بسيط، أول ما يبدأ الشخص إذا كان طفل واخدها بطريق الخطأ أو منتحر، بيبدأ إن أهله يحسوا إن هو بدأ بنوع من أنواع الغثيان أو بدأ في فقد التركيز وفقدان الوعي، لابد إن طبعًا دي شك. دي بقى مع المرور مش هتبقى بسرعة. حسب الوقت التسمم هو وحظه يعني. دكتور هشام عطية شخيبي، مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية واستشاري طب الأطفال كلية طب القصر العيني، شكرًا جزيلًا لحضرتك على تفتيح دماغنا في عدة مواضيع خاصة بالتسمم. شكرا جزيلا لحضرتك. روح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.